لزاخو امجد عطوان على القائم القريب، عمليه الابعاد من دفاعات الزوراء. ناصر محمدو ممكن تمرير داخل منطقه الجزاء، تعود من جديد لامجد عطوان. يا فنان يا فنان يا فنان يا فنان، امجد عطوان يطلق العنان على مدرجات ملعب الزوراء بهدف رائع. الله 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 على هدف ولا أروع عن طريق أمجد عطوان. أمجد عطوان يفتتح التسجيل في هذه اللحظات ويطلق الفرحة على مدرجات ملعب الزوراء لجمهور زاخو في هذه المباراة. الله على هدف جميل. الله الله يتحكم بالكرة بشكل رائع ويضعها في زاوية صعبة على جلال حسن. لاحظ لاحظ ناصر محمدو اللي هياها الى امجد عطوان، مر بهذه الطريقه ولعب على الزاويه البعيده لجلال ليسكنها في شباك مرمى الزوراء، ليعلن الان زاخو عن افتتاح التسجيل في مرمى الزوراء. زاخو يسجل الان في مرمى الزوراء. لاحظ لاحظ الاعاده مره اولى ومره ثانيه ومره ثالثه، عيدها يا مخرج المباراه لان الهدف رائع. الهدف جميل لزاخو في مرمى الزوراء. ولاحظ او جلال رده فعل لجلال لوجود عدم تغطيه.